السلام عليكم، معكم أمينة من مدينة الجديدة. اليوم بغيت نتقاسم مع الشعب المغربي المعاناة اللي كندوز، والحمد لله اليوم بفضل الناس اللي وقفوا في جنبي أنا تخطيت، يعني ديك فضل الله سبحانه وتعالى هو الأول، عباش بفضل الناس اللي كانوا في جنبي يعني تخطيت الحمد لله ديك المرحلة. اليوم بغيت نقسم معكم العذاب اللي كنت دزت منه. انا كنت كنعيش حياه طبيعيه، يعني في حال اي زوجه كتضحي على قبل الزوج ديالها، ولا بليبار ديال الناس راه كيعرفوا هذه القصه ديالنا، يعني كيعرفوا داكشي اللي كندوز. فكنا مشينا عشنا على برا السعوديه واحد المده طويله. انا في 2017 دخلت ديفينيتيفمون المغرب، علاش؟ على قبل ولدي باش يكمل قرايته في المغرب. فالوغ كانت فاجئ ان الناس عائله الزوج ديالي انهم تبدلوا عليا، الزوج كذلك. انا قبل كنت كنلقى الخيانات ما عنديش مشكل، وانما ملي كتلقى شي انسان اللي كيتخلى عليك وقت المرض ديالك وتيدخل من برا باش المغرب باش يدعي مرتو اللي هي مريضه على تعدد الزوجات، يعني 20 عام مشات هباء منثورا. فالحمد لله انا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل وليدي اللي عندي في الدنيا ما حسيتش بها، لانه هو اللي خاسر، انا ماشي انا اللي خاسره. انا لا مالادي ديالي هي لا مالادي دو كرون، كانوا حيدوا لي واحد لا بارتي من المصران وكانوا داروا لي واحد لا بوش. فديك لا بيريود يعني لا بليبار ديال الناس اللي ما يعرفوش شنو هي لابوش، لابوش هي واحد الكيس كانوا كيديروه في الكرش يعني على قبل المصران باش يبقى ديما باش يبرى، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غراف. فكنت فاجئ ان الزوج داخل المغرب وداعيني على تعدد الزوجات، هذاك هو اللي كان زاد كمل على المرض ديالي. وهذيك لا بيريود الحمد لله يعني كنت لقيت واحد جارة، يعني ماشي جارة، أخت اسمها نعيمة، من هذا المنبر أنا كنشكرها بالنسبة لمبارك الجبيري، بالنسبة لولدي الحمد لله، خوتي كمعنويا، الزوج ديال أختي فاطمة يعني اللي كان جاب لي الأخ بوعلام، حتى هو كان ندير له التحية من هذا المنبر، وبروفيسور شهاب ديال هو البروفيسور ديال السرطان، حتى هو كنشكرو البروفيسور بوفتال. واحد السيده حتى هي اللي كانت يعني من بعد فضل الله سبحانه وتعالى كانت هي اللي ساعدتني بزاف، لانني انا كن عندي الملك فما كانش عندي حق انني ندير غامض، فكان صعيب عليا وما خداماش، فما لقيتش مساعده. كنت درت واحد الفيديو في اشواقع، فما جاب حتى شي نتيجه، كان خاصني ندير نحيد لابوشيط وما قدرتش نحيدها، بقيت بها تخوازون حتى ل 2000 حتى ل 2022 شهر واحد، عاد باش قدرت ندير بفضل خويا بوعلام اللي دار معايا لا فيديو، وصل الناس اللي على برا الجاليه المغربيه، فهما ساعدوني من هولندا، كانوا صيفطوا لي الدواء ديالي، وحاليا يعني باقا الحمد لله يعني متبع التريتمون ديالي افي، لانه ليميغال هو العلاج الدواء ديالي المرض ديالي. بالنسبه كنت صافي، يعني كان جاني واحد الاحباط، قلت لا صافي انا مريضه ما نقدرش ندير بزاف ديال الحوايج، بس الحمد لله منين درت لوبيراسيون ديالي وقفت على رجلاتي الحمد لله، حاولت انني بفضل الله وبفضل الناس اللي في جنبي حاولت انني نرجع امينه اللي كانت قبل، يعني النشيطه اللي كتخدم اللي كتكافح. خدمت الحمد لله في انوي واحد لا بيريود، دابا دايره البروجي ديال لي ساندويتش، كنتمنى ان شاء الله من الناس ديال الجديده كاملين يجيو عندي والناس المغاربه كاملين مرحبا بهم. كنتمنى انه اي وحده يعني لا قدر الله يعني مرضات او تخلى عليها الزوج او لا طاحت في شي ظروف، عمرك ما تنهزمي، عمرك ما تقولي لا صافي ستوب وصلت لواحد لافان، نو، خاصة تعاود تكوراجا من مدة وجديد وتوقف على رجليها وتقول لا انا كاينة وغادي نكون ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم كاملين، ميرسي. كيفاش الفكرة ديال انك ديري الماكولات
شعبية. انا فاش كنت مزوجة بالزوج ديالي، هذا كان بروجي ديالنا في الاول، كنا درنا انا وياه، وكنت يعني ما كنديرش غير بروجي ديال الماكله. حتى في الكورونا انا خديت الدبلوم ديال مربيه اطفال توحد انترناسيونال، الحمد لله. يعني حاولت ان داك المرض ما ياثرش عليا، يعني نكون قوة منه. وكنتمنى اي امراه مغربيه او عربيه تكون في نفس الشيء، يعني ما تحاولش تخلي شي حاجه اللي تهزمها، تكون ديما ان شاء الله قويه. وكنشكر جهه وي بريس على هذا الحضور ديالها، وبانها غتوصل صوتي للناس كاملين. وكنشكر غزلة بنت القرشي، حبيبة قلبي، ومريم كمان حتى هي حبيبتي. وهادشي اللي كان. كنتمنى ان شاء الله ان تجيو عندي وتساندوني. شكرا.